مرحبا بكم أيها السادة والسيدات في حلقة جديدة نتطرق من خلالها إلى 10 أسباب خلف إقامة المغرب لمراكز مراقبة في منطقة الكركرات. التفاصيل: قام المغرب مؤخرا بتثبيت مراكز مراقبة قارة لفائدة شرطة الحدود ورجال الدرك الملكي المغربي والجمارك في إطار مشروع متكامل لتأهيل منطقة الكركرات. الهدف منه بطبيعة الحال هو تأمين حركية المرور والعبور، يعني عبور البضائع ونقل المسافرين، ومحاربة مهربي الأسلحة والمخدرات بعد سلسلة من أفعال التوتر التي تعيق ولا تسعى إلى تحقيق ذلك. وهذا التصرف المغربي خلق ذعرا وأربكة وخلق تخوفا لدى قيادة وأعلام البوليزاريو، واعتبر هذا الفعل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار ومحاولة مغربية جادة لتغيير الوضع القائم في المنطقة واستفزازا يهدد الأمن. واحتفظت الجبهة لنفسها بحق الرد كما رسلت العديد من الأطراف الدولية. في هذا السياق سنحاول البحث عن الأسباب والخلفيات التي جعلت المغرب يتخذ هذا القرار بعد الانسحاب من جانب واحد صيف 2016 والنتائج التي تحكمت في هذا القرار. وهناك 10 أسباب يمكن الإحاطة بها. أولها أن المغرب يعتبر المنطقة إقليما وترابا مغربيا، وتركه خاليا في عهدة ومسؤولية الأمم المتحدة بواسطة بعثة المينرسو لتقوم بمراقبة وقف إطلاق النار. وتبين كما تأكد للمغرب أن المنطقة أصبحت مجالا وقاعدة خلفية لتهديد أمنه وأمن وسلامة حركة المرور البضائع والمسافرين في الطريق إلى الكركرات أو العودة منها، وتحولت كذلك إلى ملاذ لهروب واختباء الجناة ولانطلاقهم. ونفس الشيء في وجه المهربين وعصابات الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها وأنواعها. من جهة أخرى فإنما قد يكون قد قام به المغرب هو من قبيل ما يسري على البوليزاريو في تواجدها بذات المنطقة وفي أجزاء من المنطقة العازلة وإقامتها منشآت ومحاولة إعمارها يسري عليه كما يسري على الآخر، ولا مانع يمنعه من التواجد والبقاء فيها تبعا لذلك أمام تقاعس بعثة المينرسو عن القيام بدورها والتزاماتها في بسط رقبتها على المنطقة وعلى الجميع. تاسعا، إن التصرف المغربي رسالة واضحة لمجلس الأمن ولبعثة المينرسو التي لم تستطع الاطلاع بواجب مسؤوليتها في مراقبة المنطقة. وقد أقر الأمين العام نفسه في تقريره الأخير بصعوبة تلك المراقبة بذريعة شساعة المنطقة خلف الجدار الدفاعي المغربي، واعترف بوجود تهديد حقيقي، وداهم لقوات وأفراد وعناصر بعثة المينرسو، بل إن صحافة البوليزاريو تحرض ضد هذه القوات. ويمكن الرجوع إلى العديد من المقالات في جريدة المستقبل الصحراوي. عاشرا، إن الاستفزازات لجبهة البوليزاريو الآتية من منطقة الكركرات، وهي النقطة الصغيرة التي تختزل مجمل القضية برمتها وعناصر الحل كذلك، وتوجد
قيادة البوليزاريو الآن في وضع صعب وحرج للغاية، داخليا تبعا لغليان واحتجاجات سكان المخيمات لعدة أسباب، ومنها معاقبتها على التفريط في ورقة الكركرات سابقا، وقد سبق لأمينها العام وقائدها في الشهر المنصرم أن هدد في شريط مصور بالعودة إلى أسطورة الحرب. ومن الاستنتاجات التي يمكن الحديث عليها بهذا الصدد أنه يمكن أخذ هذا التهديد محمل الجد بالنظر إلى الوضع الداخلي في المخيمات والوضع المأزوم في الجزائر، واتجاه المجموعة الدولية في رفض هذه الأخيرة قيام دولة صغيرة في المنطقة. ويمكن الرجوع إلى حوار الرئيس السابق لموريتانيا محمد عبد العزيز مع الصحفي عبد الباري عطوان، والتقرير الأخير لجريدة وول ستريت الأمريكية جورنال الوارد فيه أن الرئاسة الأمريكية لا تؤيد ذلك، والدعم الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي المغربية. كل هذه الأسباب فرضت على المغرب أولا اليقظة والحذر بشكل كبير من أي تهور ومن أي رعونة، لأن الحرب مزاج بشري غير قابل للضبط، ومن الأفضل التنبؤ بالأسوأ والاستعداد له. فالبوليزاريو تعيش ضغطا صعبا وأوقات حرجة قد تعصف بها وهي تتخبط، والحرب ضالتها لتهدئة الداخل وتصدير الأزمة إلى الخارج، إلا أن تكلفة ذلك الاختيار كارثي في وجوده، وقرار المغرب الحالي يحقق به نتيجتين أساسيتين. أولاها فهو يضاعف من الضغط الممارس على قيادة جبهة البوليزاريو من جهة، ونتيجة ثانية هو قيامه بسياسة الحيطة والحذر والاستعداد المبكر لأي طارئ قد تقدم عليه جبهة البوليزاريو. إلى هنا أيها السادة والسيدات ننهي هذه الحلقة، لنا لقاءات متجددة، أسعد الله أوقاتكم. لا تنسوا دعمنا في قناة المشاهد والاشتراك معنا وتفعيل الجرس، كل المودة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.